معكم عبد اللطيف العبد اللطيف. ان شاء الله اليوم بتكلم عن موضوع صراحه جدا مهم في الطب وبسيط بنفس الوقت، اللي هو ستروك. اذا فهمت الموضوع ان شاء الله كل شيء بالمين كونسبت بيسهل عليك باقي الاشياء باذن الله. هذه الاوبجكتيفز اللي ان شاء الله بنمر عليها خلال المحاضره، بس نبغى قبل لا نبدا المحاضره نراجع بعض التعاريف اللي بعضها ممكن تكون جديد عليكم، بعضها ممكن انتم عارفينها. المحاضرة عموما تتكلم عن السيريبرو فاسكولار ديزيز، هي مجموعة واسعة من الأمراض. الشيء المشترك بينها أنها أمراض تتعلق بالبلود فيسلز في البرين، عشان كذا هي السيريبرو فاسكولار ديزيز. الستروك اللي هو التعريف اللي اشتق منها، اللي هو لما يكون عندك سيريبرو فاسكولار ديزيز with acute neurological symptoms، ففي هذه الحالة يكون عندنا ستروك أو سيريبرو فاسكولار أكسيدنت. فالمحاضرة كلها بتتكلم عن ستروك، ولكن لازم نمر عليها كسيريبرو فاسكولار ديزيز وناخذ كل مرض وكيف ممكن يسبب لنا ستروك. الهايبوكسيا طبعا زي ما انتم عارفين هو ديفيشنسي في الاماونت اوف اوكسجين، يعني البلود از ريتشينج ذا تيشوز بات ذير از نو انف اوكسجين. الاسكيميا هو انادكويت بلود سبلاي تو ذا اورجان، لما يكون عندك مثلا اوبستراكشن للبلود سبلاي ويكون عندك لوكال ديث اوف ذا تيشوز يسبب لنا هنا انفاركشن. الاسكيميا هو ما فيه بلود سبلاي. في البدايه از انتدكشن، البرين از هايلي اوكسجين ديبندنت، بنفس الوقت يحتاج كونتينوال سبلاي اوف جلوكوز، بعد جلوكوز اند اوكسجين. البرين يشكل تقريبا 2% اوف ذا توتال body weight، ولكن receives 15% of the resting cardiac output and consuming 20% of the total body oxygen. فعندنا حالتين in general ممكن يكون في نقص في الأكسجين في البرين. واحدة ممكن يكون functional hypoxia، يكون عندك مثلا low partial pressure of oxygen، فعندك يعني يكون carrying capacity ممتازة بس low partial pressure of oxygen. مثلا لما تكون في الهاي altitude مكان مرتفع يكون في اختلاف في ضغط الاكسجين، فيكون عندك الاكسجين نازل ممكن يسبب لك functional hypoxia. ممكن المشكلة في الاكسجين carrying capacity نفسها زي لو كان عندنا انيميا. ممكن يكون inhibition of oxygen used by tissue مثل cyanide poisoning، اللي هو لما تكون في مكان في حريق وتستنشق كثير منه، هذا يؤثر على الميتوكوندريال انزيمز فيكون في انهيبيشن اوف اوكسجين. الطريقه الثانيه ممكن يكون عندك اسكيميا، والاسكيميا ممكن تكون ترانزيت اور بيرمننت. الترانزيت هذا مهم نتكلم بس هنا، ما راح نتكلم عنه في التفصيل قدام، اللي هو التي اي اي، وهذا موضوع مهم. لما يكون عندك اسكيميا في البرين فور ليس ذان 24 اورز هذه نسميها تي اي اي، ترانزيت اسكيميك اتاك. هذا غالبا البيشنت يكون عنده كونفيوزنج، يكون عنده مثلاً blurred vision، بس ما تسبب لنا permanent damage، ما يسبب لنا tissue death. فهي تكون تقريباً الأمثلة عليها تكون يا tissue hyperperfusion مثل hypotension، ولا vascular obstruction، ولا كلها التنتين both. Stroke in general تنقسم من قسمين: ischemic stroke و primary hemorrhagic stroke. هذا الدياجرام أخذته من Stable Medicine لأن يذكر لك معظم او كل الاسباب اللي ممكن تسبب لك ستروك. احنا بنتكلم ان شاء الله عنها كلها، ولكن بالتفصيل راح نتكلم عن الجزئين منها. الاذر انيوجوال كوزز ما راح اتكلم عنها، يعني بما انه يعني اوفر فيو على الليكتشر ان شاء الله بتكون. بس ان جنرال اسكيميك ستروك يعني كتفصيل ثاني هو يكون يا جلوبال يا فوكال، بنتكلم عنها بناء على هذا التفصيل باذن الله. فعندنا ستروك 3 مين باثوجينيك ميكانيزمز، يعني بشكل مختصر عندنا ثلاث طرق تسبب لنا ستروك: ثرومبوتيك كلوجن، امبوليك كلوجن، ولا فاسكولار رابتشر. اذا جينا نتكلم عن الاسكيميك، عفوا هذه الكوزز اوف ستروك ان جنرال، وكل كوز منها راح نتكلم ونعلق كيف ممكن يسبب، يعني بشكل واضح كيف ممكن يسبب لنا ستروك. لما نجي نبدا بالستروك بنتكلم على الفوكال سيريبرال اسكيميا. طبعا فوكال لما يكون في جزء معين، لما يكون عندك سيريبرال ارتيال اوكلوجن يسبب لك فوكال اسكيميا في مكان معين فقط. السايز واللوكيشن والشيب حق الانفاركت هذه نفسها هي اللي تحدد لنا الدمج، وهي اللي تحدد لنا نوع السيمبتومز، بنتكلم عنها بعد شوي. بس في بعض المناطق يكون فيها كولاترال فلو،
اللي هو الميجر سورس اوف كولاترال فلو سيركل اوف ويلث. هذه السيركل اوف ويلث طبعا تاخذون الديتيلز في الاناتومي. هنا عندنا الميدل سيربرال ارتري والانتيرير سيربرال ارتري والبسير سيربرال ارتري طبعا والكوميونيكيتنج ارتري تسوينا السيركل اوف ويلث. هذه يطلع منها برانشينج تعطينا الميجر سورس اوف كولاترال فلو، تكون غالبا في البيز اوف برين هنا. اما بالنسبه للسيرفس اوف برين في بارتشر كولاترالايزيشن تجينا من الليبتو مينينجيال برانشز اللي هي زي ما احنا شايفين فوق، ولكنها بارتشل. الاماكن اللي الكولاترال سبلاي فيها قليل فبالتالي اكثر عرضه ان تكون الدامج فيها عالي اللي هو الثالاموس والبيزل جانجليا والديب وايت ماتر اللي يكون فيها الكولاترال، هي تكون في المنتصف الكولاترال فيها اقل. الفوكال سكيميك ستروك ممكن تكون امبوليك كلوجن اللي زي ما ذكرنا قبل، واحدة من الميكانيزمز هذه، وأكثر شيء يسببها تقريبا أو أكثر نوع اللي هو الكارديك ميورال ثرومباي. هذه طبعا تجي سواء يكون عندنا مايوكاردينال انفاركت ولا فالفولر ديزيز ولا آثريال فيبريليشن، يسبب لنا يصير عندنا ثرومباي وتروح عزن امبولاي إلين من الانترنال كاروتيد إلى البرين وتسبب لنا هناك امبوليك اكسلوجن بالتالي فوكال سكيميك ستروك. ممكن تكون من الارتريز نفسها مثلا اريثروسكلروتيك بلاكس، تروح من الكاروتيد ارتري تقفل لي الميدل سيبرال ارتري ولا تقفل لي اي ارتري. في شيء يكون رير نوعا ما اللي هو البارادوكسكال امبولاي، هذا يكون في الشيلدرن اللي عندهم كارديك اناموليز زي البيتنت فورامين اوفالي، يكون مثلا عنده ديب فين ثرومبوسيس ولا اي فينس ثرومباي تنتقل الين الليفت عفوا لين الرايت اتريوم عن طريق الفينوس سيستم، ثم عن طريق البيتنت فورامين اوفالي تنتقل الى الليفت اتريوم بالتالي الليفت فينتريكل وتروح الى البرين، وهذه تقريبا رير نوعا ما. في الاذر امبولاي مثل ما تعرفون التيومر والفات والاير. غالب الاكثر ارتري تضرر او يصيبه الامبولاي اللي هو الميدل سيربرال ارتري. واي؟ بيكوز اتس ا كونتينيويشن اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، فبالتالي يجينا الامبولاي ينتقل على طول بسهوله للميدل سيربلر ارتري. اما ثرومبوتيك اكلوجن يكون غالبا سببه الاثروسكلروسيس، هو طبعا سبب لنا اكلوجن او سكيميا عن طريق جنرالي يعني بطريقتين، اما يكون فراجمنتيشن لما نشوف هنا عندنا الاثروسكلروسيس يكون ثرومباي بعدين يصير فراجمنتيشن وتنتقل از ان امبولاي تو ديستنس ارتري وبالتالي تسكرها، او يكون عندنا شيء اسمه الانتيرو جريد اكستنشن. انتيرو جريد زي ما احنا شايفين يطلع الثرومباي تصير تكبر تصير ستاجنيشن وتروح للسمولر ارتريز وتسدها. الموست كومن سايدز للثرومبوسيس اللي هو الكاروتيد بايفوركيشن والاوريجين اوف ذا ميدل سيربرال ارتري will either end of the basilar arteries. Stroke clinical presentation طبعا هذه تحتاج انكم تصيرون فاهمين وعارفين الاناتومي والفيسيولوجي للبرين، لانه وين لان السيمبتوم تعتمد على الاريا او الارتري اللي غذي الاريا اللي صار فيها ستروك. فمثلا لما يكون عندنا ستروك في الميدل سيربرال ارتري ممكن يصير عندنا كلوجن على الموتور اريا هنا، فبالتالي يكون sudden weakness or paralysis of one side of the body وهذا الماست كومن. بس الشيء المشترك بينهم كلهم انها تكون sudden، يعني كل السيمبتومز تكون sudden. ممكن يكون في البوستيريور سيربيلال ارتري سبب لنا فيجوال لوس، ممكن تكون في السيربيلوم سبب لنا مشكله في الكوردينيشن. فبالتالي بناء على المعلومات اللي عندكم في الفيسيولوجي والاناتومي تقدر تعرف الارتري هذا يغذي اي اريا وبالتالي وش السيمبتومز. فلما يجيك مثلا بيشنت عنده سنسوري لوس تعرف ان المشكله في البوستيريور سيربيلر ارتري، فتحتاج عندنا بوث باثولوجي واناتومي وفيسيولوجي. الجلوبال سيربرال اسكيميا يكون عندك وايد سبريت اوف سكيميك اند هايبوكسيك انجري، فبالتالي غالبا يكون لما يوصل السيستوليك بريشر تحت ال 50 مليمتر ميركوري. الكوزز ممكن يكون اثروسكلروسيس في المين ارتري زي الانترنال كاروتيد ارتري، يكون في اثروسكلروسيس بالتالي يقلل البلود سبلاي للارتريز الميدل سيبرال ارتري والباقي البرين
blood vessels او ممكن يكون cardiac arrest or shock او ممكن حتى severe anemia يكون عندك hypoxia تسبب لك widespread injury. البروفاند هايبوغلاسيميا ممكن تسبب لك similar injuries يعني مثلا اللي عندهم مرضى السكر او يشوف مرضى سكر عندهم في البيت اذا صار عنده انخفاض بالسكر يجي confusion يجيه بعض السيمبتومز اللي تكون بسيطه لان تكون مايلد جلوبال اسكيميا. فالجلاسيميا لان زي ما قلنا ان البلد البرين يتغذى على الاكسجين والجلوكوز بنفس الوقت فبالتالي الهايبوغلاسيميا كان كوز سيميلر ابيسودز. طبعا تعتمد على السيفيريتي السيمبتومز اذا كان مايلد زي ما قلنا ممكن بوست اسكيميك كونفيوجن وبعدين يعني كومبليت ريكفري. في بعض المناطق يكون فيها اللي تكون هايلي سنسيتيف تو اسكيميا مثل الباركنج نيورونز مثل الهايبوكامبس ومثل البيراميدال نيورونز اوف ذا كورتكس. اذا صار عندنا مثلا مودريت جلوبال سيريبرال اسكيميا تسبب لنا شيء اسمه كورتيكال لامينر نيكروسيس. السبب انه ليش سموها كذا عندنا الكورتكس مثلا بتاخذونها في الاناتومي هي لايرز عباره عن لايرز فلما يكون عندك بيراميدال نيورونز يكون عندك نيكروسيس في احد في 2 لايرز ولا 3 لايرز سبب لنا تكون شكل باترن حقها زي اللامينر نيكروسيس فعشان كذا سموها كورتيكال لامينر نيكروسيس. طبعا في السيفير جلوبال سيريبرال اسكيميا طبعا اف ذا بيشنت سرفايف يكون لنا يكون عندك نيورال ديث ويكون ريسبكتيف تو ذا ريجن فيكون عندك وايد سبريد نيورال ديث. فالبيشنت راح غالب الاوتكم حقه السيفير جلوبال سيريبرال اسكيميا يكون يا بريزيستنس فيجيتاتيف ستيت ولا ريسبيريتور برين او برين ديث. الفرق بينهم ان البريزيستنس فيجيتاتيف ستيت يكون الديسفانكشن في السيريبرال هيمسفير طبعا تكون اول اوفر ذا سيريبرال هيمسفير ويكون البيشنت ممكن يكون فاتح عيونه عادي ولكن في ابسنس للاويرنس والريسبونسيفنس فنو كوجنيتيف فانكشن ات اول ويكون عندك سبيرنج للبرين ستيم عشان كذا يكون عنده ابيليتي تو ريسبيريت. الفرق في الريسبيريتور برين او الريسبيريتور برين انه يكون عندك ديفيوز كورتيكال انجري ويكون عندك برين ستيم دامج عشان كذا يكون البيشنت ما عنده نو كوجنيتيف فانكشن اوف كورس ويكون عنده ابسنس اوف ريفلكس اند ريسبيريشن فيحطونه على الميكانيكال فنتيليشن لين البرين اندرجوز اوتولايسيس يعني في الاخير. طبعا هنا الايزو الكتريك اور فلات يكون لانه في الالكترو انسيفالوجرام يكون ما في كرنت ابد في البرين فيسبب عندنا شيء يسمونه فلات الكترو انسيفالوجرام. في شيء يتعلق بالمودريت جلوبال سيريبرال اسكيميا او الهايبرتنسيف ابسود اللي هو البوردر زون ولا الواتر شيد انفاركت. هذه تكون ويدج شيب ويدج بهذا الشكل وتكون في الريجن اللي تكون ديستل للارتس تغذى من جهتين من تو ارتس مثلا هنا عندنا الانتيريور سيريبرال ارتري والميدل سيريبرال ارتري يغذون هذه المنطقه فبالتالي يكون اول ما يصير عندك moderate hyper moderate global cerebral ischemia او hypotensive episode على طول هي اكثر منطقه تتضرر وهذه كذا يعني شكلها كالويدج شيب واكثر منطقه طبعا تتضرر اللي هو الانتيرير اند ميدل سيربرال ارتري الاريا اللي بتوين ذم يعني كورتيكال بوردر زون اللي بتوين الانتيرير سيربرال ارتري والميدل سيربرال ارتري. هذا الكويز بسيط صراحه يعني عشان نريح شوي وعشان بس اللي ماني بعرف اطلع الشات حقيقه يعني معليش ممكن انا اقراها لك لوحة لا بس عشان اشوف الشات على الشباب اللي بيجاوبون يعني ايه الشات اوكي هو سؤال بسيط حقيقه بالضبط ممتاز. سيريبرال ارتري الهيموريج الهيموريج او الهيموريج ستروك تكون نوعين انترا سيريبرال او انترا بارينكيمال هيموريج ولا السب اراكنويد هيموريج ومن الاسم هذه تكون البليدنج وذين ذا برين هذه في السب اراكنويد سبيس.
الانتراسيريبرال هيموريج mostly caused by hypertension. أما السبراكنويد هيموريج تكون بالرابتشر للبيري أنيوريزم، ونتكلم عنها البيري أنيوريزم في السلايدات الجاية. أما الهيموريج اللي سوسياتك بالسبديورال أو إبديورال سبيس هذه غالبا تكون مع التروما، لذلك ما هي من ضمن السيريبرو فاسكولار ديزيز، فراح تاخذونها بعدين يمكن في الميديسن أو في مكان ثاني. هذه صورة توضح هنا السبيس السبراكنويد هيموريج يكون تحت في الغالب انه هو لما اي هيموريج عاده في البيس اوف ذا برين عاده يكون سبراكنويد هيموريج، فهي واضحه وهذا الانتراسيريبرال هيموريج. طبعا الكوزز زي ما قلنا الموست كومن كوز اللي هو الهايبرتنشن، ممكن سيريبرال امايلويد انجيوباثي او مالفورميشن او فاسكولايتس، بنتكلم عنهم هذا بالتفصيل في السلايدات الجايه. البرايمري برين بارينكيمال هيموريج اللي هي المعروفه اللي يكون عندك تقريبا الانسيدنس بيك حقها عمر 60 وكوزد باي هايبرتنشن، وغالبا موستلي يعني اللي انفولفز اريا تكون البيزل جانجليا والبوتمين كابسول والثالاموس والبونز والسيريبلم. النوع الثاني او الكوز الثاني هو سيريبرال امايلويد انجيوباثي، هو امايلوجينيك بيبتايد ديبوزيشن نفس اللي في الالزهايمر، نفس البيبتايدز سبب لنا ويكنس للبلد او الفيسل وول، فهذه عاده تكون في في السيريبرال كورتكس يسمونها اللوبر هيموريج، وهذه طبعا البيشنت ما له علاج يعني ما يعالجون، اهم شيء يعني يحاولون يعالجون السيمبتومز اللي تجي عقبها. النوع الثالث اللي هو الفاسكولار مالفورميشن، طبعا تنقسم الى اربع انواع او كلاسيفايد انتو فور برينسيبل تايبس، اهمها الارتيريو فينوس مالفورميشن، في الكافيرنس مالفورميشن، وفي الكابيلاري تالنجكتيزياسيس، وفي الفينوس انجيوما. هذول الثلاثه ما راح اتكلم عنهم، راح اتكلم عن اهم واحد اللي هو الارتيريو فينوس مالفورميشن. اللي يصير بالضبط عندنا هذا النورمال يعني بوبوليشن يكون عندنا كابيلاريز، فالبلد يجي من الارتريز من الهاي بريشر، يكون هاي بريشر هنا وينتقل على الكابيلاريز ويبدا ينقص فيه البريشر الين يوصل للفينز وهو لو بريشر يعني. بس في حاله الارتيريو فينوس مالفورميشن ما عندنا الكابيلاريز هذه، فعلى طول من الارتريز الى الفينوس للفينز عفوا، فيكون الهاي بريشر هنا، فتلاحظ الفينز والارتري ضخمه، فهي تخليها فالنربل للسيد فيها بليدنج او رابتشر، عشان كذا هي الموست دينجرس تايب. اذا كانت مالتيبل طبعا تكون هيريديتري هيموراجيك تالنجكتيزيا اللي هو هذا اوتوزومال دومينانت كونديشن، يكون غالبا في ميوتيشنز افكتنج ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، لان غالبا الموست كومنلي مانيفيستد بالايج اللي هو بين 10 اند 30 ييرز اوف 30 ييرز اولد، ويكون طبعا ممكن السيمبتومز تكون سيجرز، ممكن تكون انتراسيريبرال هيموريج، ممكن تكون حتى سبراكنويد هيموريج، فهي ممكن تسبب لنا انواع، ممكن تسبب لنا كذا نوع يعني كذا مانيفيستيشنز. السبراكنويد هيموريج زي ما قلنا غالبا في بيس اوف بين، هو يكون طبعا في سبيس اللي تحت في السبراكنويد سبيس، هو عادة يكون يعني most cases تكون rupture of aneurysm اللي هو sacular or peri aneurysm، ممكن تكون trauma، ممكن تكون vascular malformation زي ما ذكرنا في السلايد اللي قبل، وممكن rupture of intracerebral، ممكن يكون عندك intracerebral hemorrhage ويكون فيه leaking ventricular system يروح للsubarachnoid space. الصراحة أكثر شيء راح يمر عليكم في معظم الإجزامز يعني إذا جاك statement اللي هو worst headache of my life or worst headache ever، هذا عادة subarachnoid hemorrhage until proven otherwise، فهو عادة يكون severe headache وأحيانا يكون معها rapidly loss of consciousness يعني، وهذا عادة تكون مو أحيانا. فالperi aneurysm هذه يعني common sites لها هو غالبا 90% منها يكون في الانتيريور سيركيليشن اوف سيركل اوف ويلز، هذا السيركل اللي شفناه قبل شوي 90% منها تكون هنا، وغالبا نير للميجر ارتيريور برانش بوينت بوينتس عفوا،
السبب هو ليش تكون عندي انوريزم هو يكون فيها هو بلاد فيزلز بس ما فيه ميديا في اونلي انتما اند ادفنتيشيا. فالبلاد فيزلز بالعاده تكون 3 لايرز عفوا ما لي مره كويس في الرسم انا استخدم البربونتي يكون 3 لايرز عاده يكون عندنا الـ مثلا ادفنتيشيا وهنا الانتما وهنا الميديا. ففي الميجر في اذا جاء في البرانشينج او في الاماكن هذه يصير عندنا احيانا ديفيسيتس للميديا انه ديفلوب يعني فيكون عندنا هنا يعني ويكند بلاد فيسل او وول عفوا هذا سبب لنا اوت باوشينج للبلاد فيسل ويسبب لنا هنا زي الكافيتي كذا مليانه بلاد فهذا الانوريزم او عشان كذا تكون غالبا نير الارتيريال برانش بوينتس. طبعا الرابتشر اسوسييتد وذ اكيوت انكريز ان انتراكرانيال بريشر such as with the straining at stool or sexual orgasm or حتى severe sneezing اي شيء ممكن يزيدنا الانتراكرانيال بريشر ممكن يسبب لنا رابتشر في الانوريزم هذه. وعاده اذا فيرست يعني رابتشر ثلث البيشنتس يموتون وثلثهم ريكفر وثلثهم ممكن ثلث البيشنتس يكون عندهم ريبليدنج بس البروجنوسيس يعني وورسن وذ ايتش ابيسود فالمره الماضيه المره الاولى المره الثانيه تكون اخطر المره الثالثه تكون اخطر. وهذه على يعني على انها ممكن تكون congenital لانها ما not identifiable at birth هذه المشكله فيها. complication ممكن يكون عندك لما يصير عندك ارق ابي الصوره حقت الاركنويد هيموريج لما يكون عندك هيموريج هنا في السبركنويد او حتى الانتراسيريبرال هيموريج ممكن تكون فيها هذا الهيماتوما ما اخذ سبيس من السكال السكال مكان مغلق ما فيه فبالتالي يسوي كومبريسنج للبلاد فيسلز الثانيه اللي في البرين فممكن يسبب لنا اسكيميك انجري للاذر البلاد فيسلز. وممكن في احد الكومبليكيشن انه تسبب سكارينج وتقفل وسوي اوبستراكشن للسي اس اف فلو وبالتالي يكون عندنا هيدروسيفلس هذه واحده من الكومبليكيشنز حقتها. هذه هنا شايفينها الانوريزم في السيركل اوف ويلز وهذه بعد واحده اكبر بشكل واضح يعني هي حجم ممكن يكون كبير بهالشكل حتى. وهذا كويز بسيط بالضبط بي مجرد ما نشوف ستيتمنت حق الورس هيديك شي هاد ان هير انتاير لايف اور ورس هيديك ايفر غالبا انه يكون بي سبرك نايد هيمج انت اللي طبعا بروفن اذروايز. في عندنا كاتيجوري لان احنا نتكلم از يعني سيريبرو فاسكولار ديزيز فمقس روبنز مقسمها الى حاط كاتيجوري الحاله اللي هو هايبرتنسيف سيريبرو فاسكولار ديزيز لان هذه ممكن تسبب لك هيموريج وممكن تسبب لك انفاركت. فبالتالي اللي يصير يصير مع الكرونيك هايبرتنشن تسبب سيفيرال تشينج للبلاد فيسلز انكلودينج ذا هايلين ارتيريولار سكلروسيس. فبالتالي البلاد فيسل احنا يكون عندنا تقريبا حالتين اذا هذا بلاد فيسل هذا بلاد فيسل ثاني إذا صار عندنا هايلين ارتيريولار سكلروسيس ممكن انه يسوي كومبريشن للبلاد فلو فيسبب لك انفاركت فبالتالي الاريا اللي بتصير هنا اندرجوز نكروسيس راح يسبب لنا شيء اسمه اللاكنور انفاركت. او ممكن ان عشان الهايلين ارتيريولار سكلروسيس ممكن يعطينا حالة ثانية تسمى الشاركو بوتشارد مايكرو أنيوريزم هذه
تكون انيوريزم لان البلود فيسلز ضعيفه فيتكون عندنا انيوريزم هذه خليها يعني vulnerable to rupture at any time وتسبب لنا هي اللي متسبب لنا الماسيف هايبرتنشن انترسيلولار هيموريج. بس الصغير يعني هذه نفس الميكانيزم فالصغيره ممكن تسبب لنا سليت هيموريج ونتكلم عنها في التفصيل في السلايد الثاني. يعني سليت هيموريج تكون في البنتريتنج فيسلز اللي رايحه ديبلي ان ذا برين وتكون صغيره فبالتالي يكون عندنا هيموريج سمول هيموريج. البلد يصير له ابزورب بس يكون عندنا براونش ديسكلوريشن عشان الايرون في البلد سبب لنا براون ديسكلوريشن. اللاكونر لاكونر انفاركتس هذا نفس اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي سبب لك انفاركشن بالتالي النكروسس هذه الصغيره ما ادري اذا هي واضحه ولا لا تسبب لك سمول كافيتي ليك لايك هو هذا المعنى حق لاكونر انفاركشنز. طبعا زي ما قلنا سكندري تو هيلين ارتيريوسكلروسس يكون غالبا يكون فيها ديث للبرين تيشو و سراوندد باي جليوسيس لان طبعا يصير عندك الفاي بروسيس يكون عندك لايبيد لايدن ماكروفاجز تجي تشكل المكان بعدين تعطينا جليوسيس اللي هو كونكتيف تيشو سكريت باي ذا استروسايت موستلي انها تصير في الديب جراي ماتر سواء بيزل جانجليا ولا الثالاموس انترنال كابسول او حتى الديب وايت ماتر اند بونز. طبعا زي ما قلنا depends on the location ممكن تكون silent ممكن تكون significant neurological ممكن تسوي لنا significant neurological impairment. الأكيوت هذا أحد الأنواع الhypertensive cerebrovascular disease في شيء اسمه acute hypertensive encephalopathy هذا يكون diffuse cerebral dysfunction. طبعا الميكانيزم unknown بس يعني واحدة من الثيوري تقول إنه عشان auto-regulation اللي في blood vessels في البرين لما يصير لها over regulation تنتقل تسبب لها vasospasms وبالتالي تسبب لنا إديمة لأنه يكون في leaking فتسبب لنا إديمة وتسبب لنا herniation. طبعا tonsillar tonsitorial herniation هذه أنواع من الherniation فهي بالتالي إذا صار عندنا إديماتس أو إديمة في البرين ممكن تسبب لنا herniation. طبعا ما does not transmit spontaneously هو والسيمتومز ممكن تكون هيديك ممكن تكون كونفيوجن ممكن يكون فوميت ممكن يكون كونفولجن sometimes leading to الكوما. بالمايكروسكوب هذا يعني عشان تفرق بين انواع ثانيه تكون بيتيكايز اند فيبرينويد نيكروسيس فهذه العلامات الفارقه فيها في الارتريولز اند جراي ماترز ان ذا جراي اند وايت ماترز. في الاذر فاسكولار ديزيز تسبب برضه ستروكس ولكن بشكل اقل اللي هو الفاسكولايتس. أخذت الفاسكولايتس في الكارديو بلوك والفكرة أن لما يصير عندك فاسكولايتس سواء انفكشن ولا سيستميك فورم فاسكولايتس يكون عندنا كومبرومايز بلود فلو اند كوز سيريبرال انفاركشن فهي يعني عادة أو سابقا كانوا يتوقعون لها علاقة بالسيفلس تيوبركلوسيس الآن يعني صارت أوضح لهم أنه في الأميونو سوبريشن كونديشن والأوبرتونيستيك إنفكشن زي التوكسوبلاسموسيس والأسبرجيلوسيس والسيتوميغالوفيروس إنسيفالايتس. فيمكن يكون الفاسكولايتس ممكن تكون إنفكشن وممكن تكون سيستميك فورم زي البولي أرتيريتس نودوزا وممكن تكون برايمري أنجايتس في السينس. طبعا هذه رير كونديشن تكون يعني إنفلاماتري بروسيس للسمول أند ميديوم سايز بارنكيمال أند سبرانكيمويد فيسلز ممكن تصيب الثنتين وتسبب يعني المانيفستيشن تكون ديفيوز انسيفالوباثيك كلينيكال بيكتشرز اللي قاعد تكون اوفتن ويذ كوجنيتيف ديسفانكشن للبيشنت وامبروفمنت تكون للبستيرويدز والامبيونو سبريشن تريتمنت. اتوقع كذا خلصنا والله كنت يعني حقيقة خلصتها بسرعة ما كنت متوقع. هذه تو كويسز عفوا طبعا بي هذه اتوقع واضحه انا اعتذر عفوا انا قلت عفوا برايمري انجايتس دي هذا الكويز الاخير طبعا الإجابة هنا الـ highly arteriolar sclerosis in arterioles